بينا نجوم الاستوديو التحليلي. بالفعل يمكن من لحظات يمكن خرج بتشكيل الفريقين نادي الانتاج الحربي والنادي الاهلي. ابدا معاك بتشكيل النادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر محمد هاني، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول في المنتصف، عمرو السوليه، هشام محمد، حسين الشحات، رمضان صبحي، ناصر ماهر، وجونيور اجاي الاحتياطي او دكه البدلاء لفريق النادي الاهلي، شريف اكرامي، حمدي فتحي، سعد سمير، احمد الشيخ، جيرالدو، وكريم ندفد، وصلاح محسن. من الواضح 19 لاعب خرج منهم محمود وحيد، يتبقى 18 لاعب زي ما ذكرناهم، 11 لاعب في التشكيل وسبعه في الاحتياطي. ايضا كمان التشكيل الخاص بفريق نادي الانتاج الحربي بقياده الكابتن مختار في حراسه المرمى، عامر خط الظهر من اليمين الشمال، عبد الرحمن فاروق، وهاب انان، محمود البدري، احمد شديد في المنتصف، محمود حماده ومحمود كابونجا على الأطراف، موسى ديوارا وأحمد مجدي في الهجوم، محمد مسعد وأحمد رؤوف لدكة البدلاء لفريق نادي الإنتاج الحربي، أحمد يحيى، محمد حسين عضل، علاء سلام، عبد الرحمن بودي، مصطفى الجمل، جيمس تيدي، وغنام محمد. يمكن كالعادة بالفعل وصل الفريقين قبل انطلاق المباراة بأكثر من ساعة ونصف، تركيز شديد إن شاء الله النادي الأهلي ينعكس عليه النهاردة في المباراة. كان من المتوقع، يمكن الناس كلها كانت بتقول إن ممكن جيرالدو يكون ليه فرصة في مباراة اليوم، أيضا حمدي فتحي، لكن من الواضح إن في رؤية فنية لمستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني بالدفع بناصر وأجاي ورمضان وحسين الشحات، وأيضا كمان علي معلول. كان في بعض الأقوال إن علي لابد يكون مريح خلال المباريات القادمة. من الواضح أيضا كمان كابتن إسلام أن علي معلول بيعلن جاهزيته إن شاء الله بإذن الله كل اللعيبة، إن شاء الله ما يبقاش في أي إصابات، ما يبقاش في أي إجادات تطول لعيبة النادي الأهلي نظرا لتلاحم المباريات الكبير في البطولة بطولة الدوري العام. لحظات بسيطة جدا ويتوجه اللاعبين، لاعبي النادي الأهلي ولاعبي الإنتاج الحربي لإجراء عمليات الإحمال. إن شاء الله بإذن الله كابتن إسلام كل التوفيق، 3 نقاط يكونوا من نصيب النادي الأهلي في هذه المباراة، وغلق تام للبطولة الأفريقية والتركيز من جديد في بطولة الدوري العام. وكالعادة من خلالك كابتن إسلام، من خلال ملعب الأهلي، نكون مستمرين معاكم لحظة بلحظة، بننقل لكم كل الكواليس واخبار فريق النادي الاهلي قبل انطلاق هذه المباراه، وبعد ان شاء الله هذه المباراه يكون لنا لقاءات مع الجهاز الفني ولاعيبي النادي الاهلي. ارض الملعب، هل تم رش ارض الملعب بالميه كالعاده زي ما بيعمل دايما النادي الاهلي، ولا النهارده الامور يعني في حاجه ثانيه؟ يمكن لو على ارض الملعب يا كابتن اسلام، الموضوع بعيدا كمان عن رش الملعب، الارض صعبه جدا، عليها مباريات عديده جدا بتقام عليها. يمكن كنا متواجدين قبل الفريق ما يكون متواجد هنا في استاد بتروسبورت، كنت بتكلم كمان مع احد المسؤولين هنا في استاد بتروسبورت، قال الضغط الكبير على الملعب بيؤدي لان الملعب فيه بعض المطبات بشكل كبير، الملعب ما بيترش كمان باي ميه، اي ميه بتيجي على الملعب بتبقى ليها تاثير كبير. من الواضح ان حتى هذه اللحظه الارض ما ترشتش، لان في بعض الامطار كانت النهارده متساقطه صباحا على التجمع الخامس، لكن بشكل عام ارضيه الملعب النهارده بنتمنى ما يبقاش فيه ليها اعاقه لعيبه النادي الاهلي، فيها مطبات كثيره جدا هبان النهارده في التمريرات، في الجمل التكتيكيه اللي بيحاول لعيبه النادي الاهلي يطبقها، لكن الملعب اكيد يمكن عذر كبير جدا لاستاد بتروسبورت نظرا لضغط المباريات الكبير، بجانب كاس الامم الافريقيه كمان هيكون احد ملاعب التدريب. ان شاء الله باذن الله النهارده تكون هذه الخطوه ان شاء الله تبقى دافع للنادي الاهلي، ما يبقاش في اي صعوبات سواء في ملعب المباراه او اي امور خاصه، وباذن الله كابتن اسلام 3 نقاط في هذه المباراه يكونوا من نصيب النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا يا كريم على كل هذه المعلومات.